ماشيه. طبعا مفاجاتنا في هذا الموسم مشاهدينا وايد، والحلقه اليوم راح تكون مميزه. احنا بس حطينا هاشتاج بو داود حبيب قلبنا، طبعا نوجه له تحيه، وموجود معنا في الاستديو سليمان القصار. الحلقه راح تكون نار وراح اشعللها اليوم معك انا وياك حصه، وايضا مع الزملاء. وغير كذي ان هذا السيزن في عوده الحياه الطبيعيه، يعني كورونا باي باي. قطيت الكمام؟ لا ما قطيناه للحين، يعني موجود بس ملتزمين، بس ان الحياه قاعد ترجع شوي شوي تدريجيا. واليوم اول يوم داوموا المدارس، صح؟ صح. الطلبة الخاص داوموا، بلا الخاص داوموا، الخاص ما انت ادرى، الخاص داوموا انت ادرى. ايه فيعني الحياه قاعد ترجع شوي شوي، فهذا السيزون راح يكون مميز في ان الحياه راح ترجع شوي شوي. دامي بتطاري المميز المميز المميز، خلينا نستقبل زملائنا، وقبل ما نستقبل زملائنا خلينا نشوف مشاهدينا مع بعض هذا التقرير، اجمل لحظات الاجزاء اللي فاتت في هذا البرنامج، خليكم معنا. ستمية واربعين حلقة، الف وستمية ضيف، اعلى مشاهدة 11 مليون، عدد مشتركين البرنامج 244 الف، عدد مشتركي قناة الاي تي في 1,060,000، عدد الجوائز 3 جوائز من يوتيوب،